نعم. وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله ومجيئه يوم القيامة، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشكوا في ذلك، وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله أنه إتيان الله بنفسه يوم القيامة. وقد ضل في هذه الصفة طوائف، فإن النفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في المخلوقات. والحلولية يقولون: إنه يأتي ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر، فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه، فإذا أتى وجاء لم يصر على قولهم العلي الأعلى، ولا كان هو العلي العظيم، لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا عظيما. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات فعله جل وعلا. أخبر الله تعالى في كتابه عن مجيئه يوم القيامة وإتيانه، فقال في تهديده للمكذبين: هل ينظرون، هل ينتظرون أن يأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهدد الله تعالى هؤلاء بدنو ذلك الموقف العظيم، وأنه إذا جاء لم ينفعهم بعد ذلك إيمان ولا يقين، إذ إن الخبر يصير عيانا والغيب يصير مشاهدة، وإذا صار الغيب شهادة لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالله جل وعلا يخبر عن إتيانه ومجيئه في هذه الآيات الكريمات، ومجيئه مضاف إليه، فأخبر عن مجيئه بنفسه وعن مجيء ملائكته، فمن أول مجيئه بمجيء الملائكة أو بمجيء أمره فإنه قد حرف الكلمة عن مواضعه، إذ إن الله تعالى ذكر مجيئه ومجيء الملائكة. فالله تعالى يجيء سبحانه وبحمده ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وذلك أن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم وحشروا إلى عرصات يوم القيامة وبلغ بهم الكرب مبلغا عظيما، رغبوا إلى الأنبياء إلى أولي العزم من الرسل في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، فيأتون أولا آدم أبو البشر، يأتون آدم أبا البشر ويقولون له في وصف حالهم، ثم يقولون: اشفع لنا عند ربك أن يأتي فيخلصنا من هذا الموقف، فيعتذر ويذهبون إلى نوح، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم
يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، يطلبون منه الشفاعة عند الله، فيذهب لا يشفع ابتداء، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، يستأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء. عند ذلك يأتي الله عز وجل ليفصل القضاء والحكم بين الخلق في يوم عظيم مهيب شديد، وهو يوم الحساب، وهو يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال، والجزاء بعد الحساب الذي تعد فيه الحسنات والسيئات، ويوزن ذلك في ميزان قسط كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالحساب قرين الوزن. ثم بعد ذلك يصير الناس إلى مآلاتهم من جنة ونار كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. والشاهد أن الله عز وجل أثبت في هذه الآية إتيانه ومجيئه ومجيء ملائكته، وكل ذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله، وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وبحمده. وأما تأويل المجيء بمجيء أمر الله أو بمجيء أمر الملائكة فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأن هؤلاء مثلوا الله بخلقه فاعتقدوا أن مجيئه كمجيء الخلق، إذا جاء من مكان إلى مكان استلزم خلو المكان الذي كان فيه وحوته المواضع، والله الكبير المتعال جل في علاه لا يمكن أن يدرك الناس وصفه ولا حقيقة ما أخبر به عن نفسه، فبالتالي ليس ثمة مجال لتمثيل ولا لتكييف ولا لتشبيه، بل الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا انغلق باب التمثيل والتكييف سلم الإنسان من التعطيل الذي من التحريف الذي يقود إلى التعطيل. إذا انغلق باب التكييف والتمثيل سلم الإنسان من التورط في التحريف الذي يفضي إلى التعطيل. نعم. وقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله تعالى وثبوت الوجه والصورة لله، قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. ومن المعلوم أن أئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم، أما المتأخرون منهم فينفونها. وبيان ذلك أن مذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه، ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني، وأبي إسحاق الإسفرايني، وأبي بكر بن فورك، وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ونحوهم. والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابهم كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة، وأبي بكر بن فورك،
وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاء، إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك. وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات، ومن لم أذكره أيضا، وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية، يعني التي ثبتت بالخبر فليس للعقل مجال ولا مدخل في إثباتها، ولهذا سميت هذه الصفات بالصفات الخبرية أو الصفات السمعية، يعني التي استقل السمع والخبر بإثباتها، فليس للعقل مدخل في إثبات هذه الصفة، كما هو الشأن في صفات المعاني كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، فإن هذه صفات ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وكذلك ثابتة بالعقل، فالعقل له مدخل في إثباتها. أما هذه الصفات ونظائرها من الصفات الخبرية كالوجه كالعينين واليدين ونحو ذلك، لا سبيل إلى إثباتها بالعقل، بل هي ثابتة بما جاء به النقل، فهي خبرية سمعية. من ذلك هاتان الآيتان في إثبات صفة الوجه، يخبر الله تعالى بها عن بقاء وجهه ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصف الله تعالى وجهه بأنه صاحب جلال أي عظمة، وإكرام أي أنه جل وعلا يستحق الإكرام، وأنه يكرم عباده. وقد فسر بعضهم ذو الجلال والإكرام بصاحب العظمة والمحبة، فهو المستحق للمحبة سبحانه وبحمده. فقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ولقوة دلالة هذه الآية على إثبات صفة الوجه قدمها ذكرا، حيث إن الوصف في الآية ليس عائدا إلى الرب جل في علاه، بل إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. فقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو صفة للوجه، وليس صفة ليس تابعا لرب، وإلا لكان حقه أن يقول: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لما كان صفة للوجه قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، والوجه يعبر به عن الذات، وهو ثابت له جل وعلا، فلو لم يكن لذاته وجه لما أخبر بوجه ولما أخبر بالوجه عنه، ولما ساغ أن يعبر بالوجه عن ذاته سبحانه وبحمده. هذا ما يتصل بهذه الصفة العظيمة التي ثبتت له جل وعلا بدلالة القرآن وكذلك دلالة السنة كما سيأتي. لكن المؤلف في بداية تقريره ذكر دلالات الآيات الكريمات على صفات الله عز وجل، ثم يعطف بعد ذلك بذكر الأحاديث الدالة على صفاته الكريمة سبحانه وبحمده. وقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن،
وأهل السنة والجماعة على إثباتها. وقد ورد ذكر هذه الصفة في الكتاب والسنة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع، ولا إشكال في ذلك. فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فلا تعارض بين ذلك، فإن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، وكثيرا ما يراد به الجنس فيتناوله سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثا، فلا يعارض الإفراد التثنية والجمع. أما صيغة الجمع فإن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه، ومثل هذا كثير في القرآن. يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه، كقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وأما صيغة التثنية فإنها نص في مسماها، لأنها من أسماء العدد وأسماء الأعداد نصوص، وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات اليدين له سبحانه. وقد أنكر هذه الصفة متأخر الأشعرية وحرفوها بتحريفات باردة. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي من الصفات السمعية الخبرية كصفة الوجه. يقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، أي عوقبوا بما أضافوه لله عز وجل من النقص، فكانوا على نحو من البخل والتقتير والتضييق على أنفسهم، ما صدق عليه قوله تعالى: غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان كي ينفق كيف يشاء. فهو جل وعلا الكريم المنان سبحانه وبحمده، يداه مبسوطتان بالخير، يداه سحاء الليل والنهار لا تغيظهما نفقة. فهو جل وعلا يبسط الرزق لعباده، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وبحمده، وجميع ما رزقه عباده لا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وبحمده، فهو الغني الحميد جل في علاه، فالكل في ملكه سبحانه وبحمده. فالآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهما على وجه يليق به سبحانه وبحمده، فلا ينبغي لأحد أن يتوهم أن هاتين اليدين كيد المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. ومعلوم أن ثبوت الاسم واشتراك الخلق مع الخالق فيه لا يقتضي المماثلة، فالخلق تضاف إليهم نفس الأسماء ويختلفون في حقائق اختلافا بينا، فهذا الإنسان تختلف عن يد الفرس، ويد الفرس تختلف عن يد غيره من المخلوقات التي توصف التي تضاف إليها اليد. فاليد الثابتة لله عز وجل يد لائقة به سبحانه وبحمده، ليس له فيها نظير ولا له فيها مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا جاء القرآن، وبذلك جاءت السنة، فالكتاب والسنة دالان على هذين على هذه الصفة، وأجمع على ذلك علماء الأمة، وأضاف المؤلف رحمه وأضاف أهل العلم رحمهم الله أن هاتين الصفتين ثابتة أيضا في الكتب المتقدمة من كتب النبيين، كما دلت عليه ما المنقولات عنهم. فإثبات هذا الوصف لله عز وجل مما يجب على المؤمن أن يعتقده في الرب من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
وقول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات إثبات صفة العين لله تعالى، وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الجمع وبلفظ المفرد. وأما لفظ عينين فليس هو في القرآن، ولكن جاء فيه حديث كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة ليس إلا، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أبو سعيد عثمان الدارمي في نقضه العور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. وقال أيضا ففي تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وهي من الصفات السمعية الخبرية كما تقدم في صفة الوجه الثابتة لله، وكما تقدم في صفة اليدين الثابتة لله عز وجل. وذكر أهل العلم في صفة العين أنها جاءت في القرآن مفردة ومجموعة، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وجاء الخبر عن العين بلفظ المفرد في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأعلم بارك الله فيك أن اللغة تتسع لمثل هذا، فلا تعارض بين الإفراد والتثنية، إذ الإفراد يراد به الجمع والتثنية لا تعارض بين الإفراد والجمع، إذ الإفراد يراد به الجمع فالمفرد المضاف يفيد العموم، والجمع يطلق ويراد به ما دون ذلك من المفرد والمثنى، فإنه لا تعارض بين الجمع وبين الإفراد والتثنية، لأن ذلك يرد على وجه التعظيم ويرد على وجه إثبات الجنس، فلذلك ليس ثمة تعارض بين هذه الإخبارات في القرآن العظيم عن صفاته جل وعلا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي يعتقد أهل السنة والجماعة ما دل عليه الحديث من أن لله عز وجل عينين تليقان به سبحانه وبحمده ليست كعيون المخلوقين، فهو الكريم المنان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستدلوا لذلك بحديث الدجال الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس بأعور، وقد أخذ من ذلك العلماء أن لله تعالى عينين، وأنه جل وعلا منزه عن النقص والعيب فيما يضاف إليه من الصفات سبحانه وبحمده.